السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ركزوا معي بالله عليكم في هذا اللقاء، فهو دعاء الحفظ من المهالك. دعاء للحفظ من المهالك. نقول بعد استحضار القلب واستحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى، أقول اللهم يا صريخ المستصرخين، يا مفرج المكروبين، يا أرحم الراحمين، يا رب ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا واحفظنا من شتات الأمر يا رب العالمين، واحفظنا من مس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر وتقلب الدهر والعسر من بعد اليسر والعقوق من بعد البر، وامن علينا بدوام العافية والستر. اللهم آمين. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.